نبدأ حلقتنا بأول خبر معانا اليوم، وهو إعلان وزارة التجارة عن توقيع غرامات مالية تقدر ب 740 ألف ريال بحق 17 معلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووضحت أن هذه المخالفات تضمنت تضليل المستهلك وتقديم ادعاءات كاذبة وعدم الإفصاح عن تقديم مادة إعلانية. ومن جهة أخرى، صرح اليوم المتحدث باسم وزارة التجارة الأستاذ عبد الرحمن الحسين عن 4 ضوابط إلزامية للإعلان في منصات التواصل الاجتماعي. كان أبرز هذه الضوابط تصريح المعلن الواضح بأنه يقدم مادة إعلانية، وأن يذكر اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضليل المستهلك بعبارات أو ادعاءات كاذبة، وأخيرا عدم الإعلان عن منتج مقلد أو مغشوش، أو عن أي علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق توزيعها أو استخدامها. وحث المتحدث الجميع بالتبليغ عن مشاهدة إعلان لا يتوفر فيه هذه الشروط من خلال تطبيق بلاغ تجاري أو هاتف مركز حماية المستهلك على الرقم 1900. واو، احسن خبر، احلى خبر. شوف الوجه كيف، احلى خبر، باين علي السعاده. هو مو احلى خبر، هلكونا بالاعلانات يا شيخ. مو بس هلكونا، جاي بصرامه وجاي بقوه، يكفي. وجاي الحين يقول لك من جد يكفي 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 غش، يكفي تدليس، يكفي خداع، يكفي نصب، يكفي كذب، يكفي اعلانات عن اشياء ما هي موثقه، ما هي موجوده، رديئه سيئه، ويكفي انك تحسسنا انه انت عايش في حياه مرفهه وهي كلها اعلانات. عزيزي نجم السوشيال ميديا، خلينا نخدكم.